بسم الله الرحمن الرحيم. حل التمارين هذه مع الغاية والاستمرارية اللي هي صفحة 12، اللي هي صفحة 12، والتمارين من 1 إلى 6. Use limit laws and continuity properties to evaluate the limit. جد الليمت يعني ليمت موجودة، وبالحقيقة هذول كلهم تعويض مباشر، ذول تعويض مباشر. نعوض بالشكو اكس مثلا، هنا نخلي 1 وشكو واي نخلي 3، وما عندنا أي إشكال. قبل لا نكمل أحب بس أذكر الطالب نقطة مهمة، يعني إحنا عندنا 3 حالات إذا نعوض تعويض مباشر. إن أكو عندنا 3 حالات. الحالة الأولى أنه إذا عوضنا تعويض مباشر فتطلع الكمية ما لا نهاية، تطلع الكمية ما لا نهاية. فإذا طلعت الكمية ما لا نهاية، وتعرفون شنو ما لا نهاية، يعني مثلا 1 على x على سبيل المثال، limit يعني limit اللي هذه الغاية، وطبعا هنا بالول فاريبل نجي نشوف، يصير 1 على 0. 1 على 0 ما لا نهاية، 1 على 0 هي ما لا نهاية. فنقول انه هاي الغاية غير موجودة. طبعا ليش غير موجودة؟ نلاحظ انه اذا نرسم اي دالة، اذا نرسم اي دالة بها الخاصية هاي انه تذهب الى ما لا نهاية، طبعا تذهب من جهة اليمين او تذهب من جهة اليسار، فراح نواجه مشكلة انه هذا لو نجي من هذا الطريق، من هذا الطريق من اليسار لليمين، واحنا بالون فاريبل، بالون فاريبل عادي مسارين وليس ما لا نهاية من المسارات، في مثل ما في موضوعنا مسارين. فتلاحظ انه واحد من عندهم يذهب الى الصفر والثاني يذهب الى ما لا نهاية. زين، هذا تعليل. او ممكن تعليل اخر انه اذا الغاية تذهب الى ما لا نهاية، فالما لا نهاية هي رقم كبير لكن غير محدد. اذا هاي الغاية تذهب الى رقم غير محدد، اذا هي غير موجودة. اذا الحالة الاولى نقول عنها الغاية غير موجودة اذا كان شنو تذهب الى ما لا نهاية. الحالة الثانية لا، الا تذهب الى رقم L، والL ينتمي الى R. فبهاي الحالة نقول الغاية شنو؟ الغاية موجودة. نعوض تعويض مباشر ونذهب الى فد رقم معين سالب موجب صفر، اي شيء اخر لكن مو ما لا نهايه، فالغايه موجوده. الحاله الثالثه اذا كانت نعبر عنها undefined، الطالب لازم يميز بين شغلتين، بين شغله الاندفايند والما لا نهايه. لما تكون كميه غير معرفه فما نقدر نحكم، لا نقدر نحكم عليها صح ولا نقدر نحكم عليها خطا. قد تكون صح، قد تكون الغايه موجوده، وقد تكون الغايه غير موجوده. يعني على سبيل المثال هذا الغاية اللي هي one variable، هسه لو نجي تعويض مباشر تطلع كمية 0 على 0، والصفر على صفر غير معرفة. الكميات الغير معرفة هي 0 على 0، ما لا نهاية على ما لا نهاية، مثلا ما لا نهاية في صفر، ما لا نهاية للصفر، مثلا لن الصفر أو لن عدد سالب وإلى آخره. هاي كميات نسميها غير معرفة، والغير معرفة مرة ثانية أقولها هي ليست ما لا نهاية. لازم نميز بين ما لا نهاية ونميز بين الأندفايند، غير معرفة. الغير معرفة قد تذهب إلى رقم وبذلك تكون يعني الغاية موجودة، وقد لا تذهب إلى رقم وتذهب إلى رقمين مختلفين وبذلك تكون الغاية غير موجودة. إذن لكن شلون نسوي في هاي الحالة؟ الحالة الثالثة أنه نطبق عمليات جبرية، نطبق عمليات جبرية ونتأكد هل إن هذه الغاية موجودة أو غير موجودة. إذا نرجع لسؤالنا، سؤالنا يقول لازم نستخدم المسارات، والمسارات لازم على الكوردينيت، لازم على المحاور. آسف، هذا السؤال الثاني، هذا المجموعة الثانية. المجموعة الأولى إذا قلنا تعويض مباشر، المجموعة الثانية هذه اللي من التمرين هذا اللي كتبناه، التمرين السابع. إذا هذا التمرين هو التمرين السابع، هذا التمرين رقم 7 وفرع أي. والتمرين جاي يقول أنه show that the limit does not exist، اثبت انه الليمت غير موجوده. والاثبات، اسهل طريقه لاثبات الليمت غير موجوده هي بطريقه المسارات. هسه راح اشرح طريقه المسارات. هنا محددنا، قال المسارات يجب ان تكون على الكوردينيت، على الكوردينيت يعني على المحاور. واحنا نعرف معادله المحاور، يعني مثلا معادله المحور y هو x تساوي 0، ومعادله المحور x هو y تساوي 0. إذا إحنا راح نكتب السؤال، هذا السؤال وكتبت عليه along، خلي عن محور y يعني x تساوي 0، وأجي أعوض شكو x أخلي مكانه 0، فتتحول الدالة من
two variables هيدا على two variables إلى one variable لاحظ بها بس الواي. فطبعا إذا عوض نروح المل المال يعني إذا هاي هنا الغاية غير موجودة. طبعا ما خلص الحل لأنه بالموضوع مع المسارات لازم أحصل على مسارين مختلفين وكل مسار يؤدي إلى طريق. إذا أجي نفس الغاية أعيد كتابتها مرة ثانية لكن هالمرة along يعني على طول المحور x واللي معادلته y يساوي صفر، وأجي أكتب الدالة وأجي مثل ما ذكرنا أنه شك y نخلي مكانه صفر هذا يؤدي إلى ال x تقترب من الصفر. لاحظ أنه صارت one variable وهي أيضا تؤدي إلى ما لا نهاية. هل إن ما لا نهاية يساوي ما لا نهاية؟ ما لا نهاية يساوي ما لا نهاية هي عبارة خاطئة. هذه خلي بالك انه هذه عبارة خاطئة فونس، هذه ليست ترو. اذا ما حصلنا على يعني حصلنا على مسارين مختلفين وانتهي الحل. اذا في موضوع المسارات شنو اللي اسويه؟ اختار المسار، طبعا مو اعتباط المسار، هو هنا أنا حددني في مسار لازم على الكوردينيت، واذا ما حددني يجب ان المسار يمر بالنقطة. يعني مثلا طالب سألني يصير المسار x يساوي 1، لا x يساوي 1 ما تمر بهاي النقطة، هذه النقطة هي نقطة الأصل، والمسار x يساوي 1 لا تمر. المسارات اللي ممكن تمر بالنقطة اللي نريدها اللي هي 0 0 هي مثلا x يساوي y، x يساوي y، وطبعا ذكرناها قبل شوية هو x يساوي 0 و y تساوي 0 و y تساوي 0 و x تساوي أو y تساوي mx. ذول كلهم يمرون بمن؟ يمرون بنقطة الأصل، نقطة الصفر صفر y تساوي x تربيع، فممكن استخدام هذول. هاي طبعا نقدر مكان ما mx نقدر نقول y يا مفد 3x، هيجي أسهل حتى من العمليات الحسابية ما نخلي متغير، وبكيفك أنت نفس الشيء. إذا حلينا هذا المثال اللي هو العفو السؤال اللي هو فرع A من السؤال السابع، بأن لقينا مسارين وكل مسار يؤدي إلى قيمة مختلفة. وذكرنا انه ما دام يروح المالانهايه والمالانهايه لا تساوي المالانهايه. اكو فد نقطه مهمه نحاسب عليها وبشده، انت طالب كليه وليس طالب اعداديه او ثانويه او هنا النقطه شنو؟ النقطه انه الحل يجب ان يكون حل مرتب خطوات منطقيه، خطوه تؤدي الى خطوه، بحيث انت هسه لما باللغه العربيه تكتب انشاء يجب أن تكون أكو وحدة موضوع، السطر الأول يؤدي إلى السطر الثاني يؤدي إلى السطر الثالث، هذه أيضا إنشاء خلينا نسميها إنشاء. زين يعني شنو؟ يعني هذه العبارة تؤدي إلى هذه العبارة وهذه العبارة تؤدي إلى هذه العبارة، يصير هيك أكتب مثلا هنا أنا يؤدي إلى، لا ما يصير لأنه معناها هذه أدت إلى هذه وهذا كلام خطأ. زين بعد شنو الشغلة اللي هي أنبه عليها؟ أنه أنت ما تكتب الرقم إلا لما نتعوض، يعني هنا أنا مو تعوف لي ما تكتب لي الليمت ورأسا، الليمت في هذه الخطوة هاي الرمز الليمت مطلوب منا لما تجري عملية التعويض، يلا ما تكتب هذا الرمز، هذا الرمز اللي قد يكون مزعج لبعض الناس، يعني يكتب هذا الرسم مالته L I M وبعدين Y تساوي وتأخذ وقت، فالبعض كأنه ما يكتبه هنا الخطوة هذه ما يكتب لي هذا الليمت، وأنه مباشرة 3 y تساوي ما لا نهاية، وهذا الكلام خطأ لأن 3 على 2 y تربيع بدون رمز الليمت لا تساوي ما لا نهاية، الليمت هذا الدالة هي تساوي ما لا نهاية، فترتيب الحل مطلوب. فرع B أيضا نفس الكلام along، نأخذ بالبداية مثلا معادلة على المسار x المحور x، فهذا يؤدي إلى ما نكتب يساوي، الرمز مطلوب يؤدي إلى هذا لا يساوي هذا، يساوي limit one variable صارت بالمقام بالبسط x وبالمقام 2x تربيع، ومثل ما نعرف نقدر نختصر هذه ال x والتربيع، وهنا ما ننسى أنه بعد نستمر نكتب هذا الرمز مال limit، نستمر بكتابة رمز limit إلى أن نجري عملية التعويض أو نتوقف عنه. طبعا لاحظ هنا ما عوضنا تعويض مباشر لان التعويض المباشر ايضا يؤدي الى صفر على صفر، لذلك سوينا عمليه جبريه وهي اختصارنا الاكس مع الاكس تربيع مع التربيع مال الاكس، يعني هسه اجي اعوض والناتج ايضا يطلع ما لا نهايه،
واجي بعد الليمت along المحور y اللي معادلتها y يساوي صفر، وانزل نفس الدالة x زائد y، اسف هاي x تساوي صفر، ونجي نضعف شكوى x نخلي مكانها صفر. هذا يؤدي الى ايضا limit، نكتب الرمز هذا ما ننسى limit، هالمرة راح يصير الواي هي اللي راح تقترب من الصفر، والدالة تصير بدلالة الواي فقط، لأنه الاكس راح يصير صفر، فيصير واي على واي تربيع. وأيضا نفس العملية راح يصير عند اختصار. وأيضا ما ننسى أنه نكتب الليمت، نعيد كتابة الليمت لأن بعدني ما معوض. لمن أعوض يلا بعد ما أكتب، من أكتب الرمز يعني مال الليمت، فهذا راح يصير واحد على واي. وهسه أعوض والناتج أيضا يصير مع لا نهاية، إذا الغاية غير موجودة. ونفس الكلام بالنسبة للتمرين للفرعين الأخيرات، نفسه يعني بالنسبة للسؤال الثامن فرع A وفرع B. المجموعة اللي بعدها من 9 إلى 12 evaluate the limit، جد الليمت using the substitution، استخدم هذه الطريقة. يعني تشبه المحاور القطبية لكن مو محاور قطبية. نعوض شكو X تربيع ضرب تربيع نسويها Z، and observing that Z approach to 0 if and only if x y يقترب من 0 0. ايضا خلينا نحل مثلا هذا التاسع، سؤال التاسع limit x y يقترب من 0 0 الى sin x تربيع زائد y تربيع على x تربيع زائد y تربيع. ومثل ما هو يريد انه نفرض let فد z تساوي x تربيع زائد y تربيع، حسن. السؤال هنا اللي لازم نطرحه ولازم نذكره، انه اذا الاكس واي يقترب من صفر صفر، فهل بالضروره الزد، يعني الزد وين تروح؟ اذا الاكس واي يقترب من صفر صفر، الزد وين تقترب؟ فنجي اف، لانه يعني مرات مو للصفر صفر، مرات لشيء اخر، واحد اثنين مثلا، اثنين بواحد وهكذا. اذا اف اكس واي يقترب من صفر صفر، وهذا الكلام اللي جاي اكتبه هو مطلوب، يعني هاي كليشة خلينا نسميها، اف اكس واي يقترب من صفر صفر، ذين الزد يقترب منين؟ اذا نعوض يصير صفر تربيع زائد صفر تربيع يصير صفر، اذا الزد ايضا راح تقترب من الصفر. واجي هسه احولها الى يؤدي الى ليميت، هذه يؤدي الى ليميت ايضا اكس واي، العفو زد، هنا أنا راح يصير زد تقترب من صفر. ونذكر انه احنا الغايه هي انه نحولها الى one variable حتى نقدر نطبق الكلام اللي درسناه سابقا. فالغايه انه نحولها الى one variable مثل ما جاي نشوف هسه، صارت ساين زد على زد عندما زد تقترب من صفر. طبعا هذا نعود تعويض مباشر، مثل ما نعرف ساين الصفر صفر، وعلى صفر صارت صفر على صفر، اذا هذه undefined. فنقدر طبعا نحلها بطريقتين، يا اما نستخدم مبرهنه، هذه مبرهنه ورد عليك سابقا، او نستخدم طريقه لوبيتال. باختصار طريقه لوبيتال هي انه نشتق البسط ونشتق المقام على حده، مو داله كسريه لا، وانما نشتق يعني هذا الليمت راح تساوي ليمت، ايضا نكتب الليمت مره ثانيه، ومشتقه الساين والفاريبل هاي، مشتقه الساين زد هي كوساين زد، ومشتقة الزد طبعا نشتق بالنسبة للزد للمتغير نفسه هي واحد، مشتقة أي متغير هي واحد. فهذه لا بأس أنه نعوض تعويض مباشر، ما عندي أي مشكلة. ولاحظ أنه هنا أنا ما كتبت الليمت، شوف رمز الليمت كتبته، إلى أن عوضت، شلت الزد خليته بمكانها ما يساويها، يلا شلت الرمز مال الليمت، هذه ما ننساها بالامتحان حتى لا ينقصنا يعني المصحح. ومثل ما نعرف كوساين الصفر هو واحد. وايضا نقدر نطبق مبرهنه مرت عليك سابقا، انه ليمت ساين ثيتا على ثيتا عندما ثيتا تقترب من الصفر يساوي واحد، والحل ايضا صحيح تماما. وطبعا ما ننسى انه نرجع للليمت الاصلي ونكتب القيمه مالته. السؤال هو هذا، وهذا احنا فرضيتنا، فاحنا حلينا فرضيتنا ما حلينا السؤال، لكن بالاعتماد على الفرضية وإيجاد القيمة مالتها لقينا أنه حل السؤال، فهي الخطوة الأخيرة أيضا لا تنساها.